على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، أجرى فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ميرانا مفتوحا أمام جماهيره في تقليد سنوي يتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد. ميران ريال مدريد الإسباني حضره حوالي 6000 مشجع تابعوا نجومهم المفضلين عن قرب. المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ولاعب الوسط الألماني توني كروس الفائز بكأس العالم والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نجوم من بين آخرين استعرضوا مهاراتهم أمام الجمهور في هذه الحصة التدريبية التي تأتي كذلك استعدادا لمباراة الميرينغي ضد خطافي يوم السبت المقبل في إطار الجولة 19 من الليغا الإسبانية. قبل هذه المباراة يحتل لوس بلانكوس المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطتين عن الغريم برشلونة المتصدر.